اتحاد الكورة، اتحاد الكورة رأيك ايه في، طبعا انا يعني الموضوع ده انا سامعاه من تمام امبارح ولكن ما عنديش فيه معلومة، تمام اوكي، ولكن الراجل مش عايز مدرب عام مصري، مدرب مصري معاه، طبعا مش عام بس مدرب مصري معاه، لو عايز مدرب هيجيب مدرب صغير، مدرب صغير عشان ياخد خبراته ولكن يقعد في المدرجات في الماتشات، ما يقعدش على البنش والكلام ده كله. اول حاجة الجزئية دي اخد رأي حضرتك فيها دي مش شوية. بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت اي حد، دي مدير فني انت جايباه متعاقده معاه لما جيتي اتعاقدتي معاه، تمام؟ ما قلتيش ليه؟ يعني ما كانتش من شروطك ليه ان احنا هنجيب مدرب مصري عنده 50 سنه 40 سنه 45 سنه يبقى متواجد معاك في الجهاز ويقعد معاك على الدكه؟ دلوقتي انت هو رضي ولا مين اللي الكلام اللي اتقال ان كابتن حازم امام قال له ان هيبقى معاك حد مصري. هو كان غالبا مع كابتن محمد يوسف لا هو كابتن محمد يوسف مؤخرا، ولكن كان قبليه كان عادل مصطفى. عادل مصطفى هو كان الراجل، هو الراجل لما اتقال له على مدرب مصري قال ما عنديش مشكله بس يكون مدرب صغير في السن، لان هو ده اللي فات مش عايز بلدي كده، مش هيجيب واحد يركبه على المساعدين بتوعه او واحد يبقى قريب منه في نفس الكارير. وده فعلا، لكن هم بعد كده راحوا لما لقوه قال كده راحوا جايبين له كابتن محمد يوسف. طيب بس انا اللي عايز اقوله ايه، انه حقه انه ما يبقاش موجود مدرب مصري طالما انا ما اتفقتش معاه من الاول. عارف لو الكلام ده كان في الاتفاق في الاول كان لازم غصب عنه، انما انت وافقت ان هو يجي، صح؟ طيب وافقت ان هو يجي من غير ما تحط اشتراطات الجهاز الفني، وجيت قلت له لا طب النبي خد عصاه، لا طب معلش خد لا مدير. لا ده حضرتك بتتكلم على الاولمبيا، انا بتكلم على الاول دلوقتي. الاثنين انا بتكلم على الاثنين. انا بقول في لا قبل ما عصام يروح المنتخب الاولمبي كان مرشح محمد شوقي للانضمام للمنتخب الكبير، والراجل اللي ما وافقش مستر لا الراجل قال فيتوريا قال انا جاي معايا جهازي والراجل مدرب الحراس معايا بقاله سنين وانا مش هقدر اغيره، تمام. الموضوع المصري ده هنتناقش فيه وهنتكلم فيه وهنشوف، ولكن كابتن حازم فتحه معاه. طيب كابتن حازم فتحه معاه، موافقته وعدم موافقته هي الاصل في الموضوع اصلا. ممكن هو كمان الأساس ده جهازه، ده جهازه. انت عارفه انت ممكن الاتحاد يعمل ايه؟ يجيب له بقى مدير كوره، يجيب له مدير كوره. لا ده غصب عنه، مدير الكوره والمدير الرياضي ده بيبقى غصب عن الجهاز الفني، انما الجهاز الفني اي جهاز فني يعني محترم في العالم يعني مش لازم يكون يعني موافق عليه، مش لازم يكون موافق عليه. الشق الاداري مش كده. هدي حضرتك بس برضه جزئيه كده عشان تعرف. طب ما هو طب استنى، كيروش لما جه وجبت له وائل جمعه ما يقدرش يعترض، انما كان ممكن يعترض على محمد شوقي وممكن يعترض على كابتن ضياء السيد ويعترض على المدربين اللي في الكوره اللي يشتغلوا في الكوره، الفني حاجه والاداري حاجه. اللي بيقال برضو ان في هم الفكره نفسها، لما يبقى عندي حازم امام مشرف على على المنتخب يعني مش مستحب، ده من وجهه نظرهم وبالتالي واقعي شويه الموضوع، انه يجي مدير كوره او مدير منتخب. لا دي مالهاش دعوه. فقالوا انه مدير اداري يبقى الاصل. يعني هو وقتها انا بقول لك استاذ جمال علام قال في المؤتمر كده، انا ما ينفعش يبقى عندي بركات في الاولمبي وحازم امام مع حفظ الالقاب في المنتخب الاول، يبقى مشرفين على الكوره ومشرفين واجي اجيب لهم مدير كوره. طب بس مدير مع احترامي، انا مشرف على الكوره حاجه، مشرف ده اللي قاله. المشرف على الكوره ده بيبقى تفويض من مجلس الاداره للاشراف على كره القدم في النادي او في الاتحاد، هو حلقه الوصل. أوكي. ماشي، هو اللي بيتابع مع الراجل ده اللي بيوصل من المدير الفني الاجنبي او من المدير الفني المصري للمجلس الاداره، انما مدير الكوره ده اللي بقى بيحط اللائحه، ده اللي بيحط المواعيد، ده اللي بعد الرجوع زي مثلا كل حاجه، حاجات اداريه مسؤول، هو مسؤول عن الاداريه، ملوش دعوه بالفنيات خالص، ملوش دعوه بالفنيات خالص. فدي مش دي ما لا تعيق المدير الفني، انما فيتوريا ان انت تجيبي معاه مدير فني مدرب عام كنت المفروض تديله من الاول خالص، وانت راح تتعاقدي معاه هيبقى معاك فلان الفلاني، خلاص ما وافقش وما حطيتش النقطه دي، الموضوع سلبي جدا، لان انا المفروض جايب مدير فني عشان نتعلم منه واحد واثنين وثلاثه. يعني شوقي دلوقتي عنده من الخبرات لانه اشتغل مع مدير فني واثنين وثلاثه. بس يعني اختلفوا عليه في الـ مش اختلفوا اختلاف يعني
ناس كانت عايزاه يكمل وناس مش عايزاه يكمل. مش قصه بقى، انا مش بتكلم على شوقي كشوقي، انا بتكلم كمدرب مصري. اي مدرب لا كابتن مصري. محمد يوسف طبعا كان بس هي فيها نقطه سلبيه، بس النقطه السلبيه ان محمد يوسف اشتغل مدير فني. فانا لما بقى مدير فني وامسك مع مدير فني لازم غصب عني في وقت من الاوقات هيبقى ليا اراء مخالفه للمدير الفني ده، فهي دي اللي هتعمل بلبله. هي دي اللي هتعمل بلبله، هو ده اللي كانت فيها كلام بالزبط. والراجل انا بتحمس له، لو احتجت حد اكيد لازم اقول لكم عشان. وفي نفس الوقت تم تاجيل امبارح موضوع تعيين حتى المدير الاداري للمنتخب الاول، برضو حاجة غريبة يعني، فعلا حاجة غريبة وملهاش تفسير. واضح انه ممكن يكون لا، بس المدير الاداري ده بقى مش بمزاجه اصلا، دي ده تابع للاتحاد. انا فاهمة لا لا فهم. هو القصة كلها انا بقول لك انا معاه في ان هو مش عايز ياخد مدرب ومعاه جهازه الكامل، معاه جهازه الكامل اجنبي، لا يبقى يكمل بيه زي ما هو. بس انا لو يسمح لي يعني كابتن حازم بقى وكابتن بركات وكده، ان احنا يعني بالاخص كابتن حازم عشان المنتخب الاول، كتير قوي من الرسائل وانا حابه ان انا ابعتها على فكره لكابتن حازم، وحابه ليه عشان يبقى متفاعل اكتر، لان هو بيتابعنا على فكره كابتن حازم، وفي نفس الوقت ممكن حاجات تكون ما بتشوفهاش، ان الجمهور بيطلب منك بحكم ان حضرتك في منصبك وزملكاوي، وزملكاوي، ان حضرتك لازم تبص شويه للمدربين الزملكاويه والجزء الاداري برضو الزملكاوي. ليه؟ لان هما كابتن قالوا ايه، خلينا واضحين هي بتمشي كده. قالوا كابتن وائل جمعه جه، طب ليه كان كابتن بركات، كان موجود كابتن شوقي وكابتن ضياء، وبعد كده مش عارفه فكرته في محمد يوسف وفكرته في عادل مصطفى. مع احترامي لكل دول على فكره، بس انا بتكلم في ايه، جاء طب ما هو قبل كده كان كابتن اسماعيل، بس كان كابتن اسامه نبيه. مش كده يا جماعه، احنا المدربين المصري، المدرب المصري ده هو كابتن حسن شحاته لما كان ماسك، كان حد معترض يا جماعه لما حضرتك هتقول كده دلوقتي، غير لما الناس بتتكلم وبتقول، والناس عايزه طبعا، الناس في الاخر عايزه تشتغل برضو وعايزه تتكلم من الناحيه دي، لكن احنا يعني ايه، هم اتعودوا حتى كلامهم ايه، اتعودوا ان دايما اتحاد الكوره بيبقى اهلي وزمالك وكل حاجه. هي مش موضوع انها تمشي اهلي وزمالك قد ما هي موضوع ان ايه، هم نفسهم ان انت تركز معاهم شويه. بس الناس عايزه تشتغل. بس يا استاذه في النقطه دي تحديدا دورنا احنا بقى ان احنا نوصل للناس ان هي المفروض هي ما بتمشيش كده خالص. هي بتمشي، هي بتمشي حاجتين، اما كفاءات او مدربين، او مدربين صغير، او مدربين صغيرين عايزين. انا محتاج ان انا اديهم، انا محتاج ان انا اديهم خبرات مع مدير فني اجنبي راجل ليه اسمه، فانا اخليهم يشتغلوا زي ما حصل مع شوقي وزي ما حصل. لان انا مش عايز اروح اجيب اسمي بقى اسمي مع كان مع كوبر، مش عايز اروح اجيب اهلي او زمالك بس ما يبقاش كفاءه. ده مش كفاءه. مين اللي كان المساعد بتاع كابتن حسن شحاته؟ والله يا ريت يا كابتن تمشي بالكفاءات. مين المساعد بتاع كابتن حسن شحاته في المنتخب؟ مين المساعد بتاع كابتن حسن شحاته؟ كابتن شوقي غريب منين؟ ولا اهلي ولا زمالك، محل محله. وكابتن حماده صدقي اهلي. بقول لك يعني مالهاش دعوه يعني الراجل رقم 2 في الجهاز الفني في الفتره الذهبيه لمنتخب مصر من المحل، مالهاش علاقه. كان واخد برونزيه كاس العالم 2001 مع منتخب الشباب، مدير فني من المحل. هي ليها علاقه بالكفاءه، مالهاش علاقه انت اهلاوي ولا زملكاوي. فكره بقى ايه، الناس تزعل امتى؟ لما انت تفرض عليا اسماء معينه لمجرد مثلا ان هم اصدقائك، او لمجرد ان هم علاقتك بيهم كويسه، او لمجرد ان هم بينتموا، او بمجرد ان هم الحاجات دي هزلها حلقه الكلام ده، او مجرد ان هم بينتموا للنادي الفلاني فانا قلقان منه فبشغله وما ببصش على كفاءه، دي الناس تزعل وتعلق. لكن هي ما ينفعش، مش هنمشي اهلي وزمالك. وبعدين في الاوقات اللي احنا فيها، انت لو جيت بصيت على المنتخبات تحت، ما فيش حد من النادي الاهلي غير كابتن ايهاب جلال بس. عندك كابتن محمود جابر اسماعيلي، عندك ايهاب جلال. مين ايهاب جلال؟ مدرب الحراس. مدرب الحراس اللي مع كابتن محمود جابر. هو ده الوحيد الاهلي. عندك كابتن زي ما بقول لك محمود جابر اسماعيلي، معاه كابتن مؤمن عبد الغفار ترسانة، او حمدي حمدان اسوان. فيعني من كل حته ما بتتحسبش كده يا جماعه. فانت يعني لو قعدنا نحسبها كده يبقى مفيش حد هيشتغل في مصر بقى.